مشاهدينا الكرام، أهلا بكم ببرنامج عمق الحدث، وخلونا بداية نبدأ بمحاور حلقتنا لهذا اليوم. مسجدي يقول بأن إيران بدأت بإعمار المدن أو بإعمار البنى التحتية للعراق، أليس هذا كذبا وضحكا على الذقون إذا ما نظرنا إلى التظاهرات والعجز والفقر وهشاشة الاقتصاد في الداخل الإيراني؟ أمريكا تقول بأن القوات العراقية هي من حررت العراق من داعش الإرهابي، فهل بقي عذر بعد الآن لمن يشغلوننا يوميا بقضية بقاء أمريكا من عدمها؟ ألا تخجلون من أنفسكم عندما تنظرون إلى بيجي وما فعلتموه بها؟ إن هو اهتمامكم ووعودكم التي أوجعتم بها رؤوسنا خلال حملاتكم الانتخابية. إذا مشاهدينا الكرام، راح نناقش كل هذه المواضيع والمحاور المهمة مع ضيفي هنا في الاستوديو، المحلل السياسي والباحث في الشأن العراقي الأستاذ رعد هاشم. أهلا بك أستاذ. أهلا وسهلا. هلا أستاذ، حياك الله أستاذ رعد. خليني هسه أبدي، أنت من أبناء محافظة صلاح الدين الكريمة، واليوم صلاح الدين هي متصدرة العناوين بكل شيء. صار إن إحنا أسبوع دا نسمع أخبار عن صلاح الدين، زيارة إرج مسجدي السفير الإيراني في بغداد إلى محافظة صلاح الدين، قال يا بالشركات الإيرانية بدأت تشتغل من أجل إعادة إعمار العراق، ويبدو بيجي والدور ومحافظة صلاح الدين هي نقطة البداية في إعادة إعمار البنى التحتية بالعراق. معقولة هذا الحكي؟ صدق كذب؟ إحنا عبالنا شركات أمريكية أجنبية تركية، بلد محاصر اقتصاد ما عنده منتهي إيراني، بدأ محافظة صلاح الدين مثلا والعراق بدأ يعتمد على هذه الشركات الإيرانية. شنو هذه الحقيقة لها واقع لها لا؟ ليش جماعتنا أخذوا بها بصلاح الدين مثلا على سبيل المثال؟ ابتداء حييك أستاذ أحمد، شكرا، حياك الله. استضافة. هذا الأمر حقيقة يعني يعودنا إلى العام الماضي، حيث أنه في نفس التوقيت من يوم أمس، يعني اللي هو يوم 19 ترى، نعم 19/2 السنة الماضية كانت تاريخ الزيارة الأولى لإرج مسجدي، وحتى يعني نكون يعني واضحين وصريحين، نحن على تواصل معمق يعني مع الإدارة المحلية، ربما بأجزائها أو بعناصرها أو بشخوصها اللي يعني يتعاطون أو يتعاطفون أو يتواصلون معنا. طيب، تحدثنا مع بعض من المعنيين. الغرض من زيارة السنة الماضية وحتى السنة الحالية شكر من قبل السفارة الإيرانية للإدارة المحلية لسامراء، أقصد سامراء القضاء، نعم، وحتى السنة الماضية كانت لأجل تقديم الشكر من قبل السفارة. يبدو عدهم بسياق هم أنه يطلبون من الإدارة المحلية، يعني مقامية ومجلس القضاء، أنه تزورهم للسفارة حتى تقدم لهم يعني الثناء والشكر على الجهود المبذولة للزوار الإيرانيين. يبدو صار عرف أو تقليد. الزيارة الماضية كان حاضرها المحافظ السابق عضو البرلمان الحالي الأخ أحمد الجبوري أبو مازن، والسنة على ما يبدو يعني هم يقولون أنه تزامنت زيارة المحافظ ويا بوعد وجود أو وصول السفير الإيراني في سامرة. إذا تزامنت وإذا ما تزامنت، طبعا أنا أعلم أنه هي غير متزامنة، أنا أعلم أنه برسائل ضغط، أو إذا مو نقول رسائل ضغط، رسائل طلب يعني من الإدارة المحلية لسامراء أنه تعال احضر يا السيد المحافظ حتى يصير تعرف يعني هاي مسألة، يعني مو بإرادة الكاملة هو جاي. الإرادة حينما نتحدث عن موضوع الإرادة هذا بحث آخر يختلف، زين نتحدث عنه لاحقا. طيب، ولكن أقول لك أنه الإدارة المحلية ألحت أو طلبت حسب ما عرفت على المحافظ أن يحضر، لأنه حتى يكون رديفه أو يعني المباشر يعني بدرجة المقابلة، يعني ما معقولة أنه سفير ويا مقامية، مع الاحترام للمقامات كانوا يريدون أن يكون ممثلا يعني يقابله بنفس الدرجة أو بنفس المستوى حتى يكون على تواصل وياه، فحضر يعني يبدو
المحافظ بناء على طلبات أو دعوات من المحافظة ومن القائمة المقامية ومجلس المحافظة. ما نحن نريد أن نتحدث عنه بخصوص البناء هذه تحدثنا عن الزيارة، هي زيارة تحت واجهة أنه يقدمون الشكر للقائمة المقامية وليس حتى للمحافظة على ما أبدوه من حسن ضيافة الزوار، ولكن هي اغتنمت يعني فرصة لأن يتم التطرق والحديث إلى يبدو يعني موضوعات يعني عليها أكثر من ملاحظة وأكثر من تحفظ وأكثر من إشارة، يعني ولعل يعني من بين ما ورد بأحاديثهم يعني فيه جانب من يعني مجافات للأصل الواقع اللي على الأرض. يعني كنا نتمنى مثلا ما أعرف هو الفيلم إذا أجاك أو وصلك هذا اللي تحدث وصلنا فيه. راح نعرضه إحنا بس استاذ رعد، ليش شركات إيرانية؟ هذا سؤالي، ليش شركات إيرانية مو شركات أمريكية بريطانية فرنسية بلجيكية تركية؟ خاف يقولون نس إحنا دروج للأمريكان. هذه الشركات الأجنبية المتمكنة، يعني أنا إيران ما عندي نموذج إلها في إعادة الإعمار حتى أنا أقدر أعتمده، ليش دي يعتمدوها هسه مثلا صلاح الدين؟ يعني هو إحنا كنا نتمنى أنه الأخ المحافظة وحتى الوفد ككل يعني حتى يبين من كلامنا أنه إحنا نستهدف شخصا ما، يعني كنا نتمنى أنه الحديث عن وطالما هم في سامراء عن تنشيط الواقع السياحي عن تفعيل، يعني هو جاي يشكر على الإداء الخدمي أو ما قدم للضيوف الزوار الضيوف، يعني هذه تفتح مجال وموضوع للتطرق إلى تنشيط الواقع السياحي يعني ورفع الـ الـ الصبات أو المعوقات أمام الناس يعني أمام السوق والتجار والدكاكين وحتى الفنادق. كان الأجدر يعني شوف أستاذ أحمد، يعني هو الموضوع الأكثر فاعلية ويعني تكافؤ يخلق تكافؤ فرص في التعاون مع أي جهة أو بالذات الجهات اللي لديها زوار معانا وفي مقدمتها إيران، التطرق إلى موضوع تنشيط السياحة. زين أنتم ما استجريتوا تقولوا له على الصبات والمحلات المغلقة والفنادق إلى الآن لأسباب أمنية صار لها كذا سنة جاية تريد تخوضوا لي بتكافؤ تعاون اقتصادي وسياسي، دخل يرفعون هسه الصبات اللي يعني صحيح هي لأجل إجراءات أمنية، ولكن هذه الزيارة الثانية و ناهيك عن اللقاءات ما بين مسؤولي محافظ صلاح الدين والجانب الإيراني. هاي الزيارة الثانية، العام زيارة وكان موجود فيها الشخصية الأكثر نفوذاً الأخ أبو مازن وما طرحوا موضوع الصبات، يلوبح قائم مقام سامرة بس يقولون هذا الصبات حطوني غادي بتش الدكاكين تفتح ما تعبر، ما يعبر الجانب الإيراني صبة أو أكثر من صبة ما رفعوها يريدون هذول يعمرون. ميليشيات وقحة خارجة عن إرادة الدولة من ضمنها شكثر حكينا وياك ببرنامجك عن الوقحة لا يلحشد الشعبي أبويا، إحنا نعرف إحنا باحثين ونعرف نفرز اللي مع الدولة واللي قاتلت الدولة ما جايبين طارية بابا جاء نقولكم على المنفلتة على الذي تحمل السلاح على الوهمية. أنت المقالة الوهمية هسه؟ لا حتى أربط لك أيوة. كثير منها مرتبط وياهم ويا ويا مسجدي ويا سليماني وطق الصور الفلس هذا أنا الوهمية اللي لقوها ناهيك على صورهم ويا المسؤولين العراقيين يهم فلتان مال كم فصيل مجموع خارج إرادة الدولة. أنا جاعد أقولها أكرر وليس الحشد الرسمي ما قدروا يأثرون عليهم تايوخروهم ها، وليس ببعيد حادثة المحافظة حينما طوقها اثنين أو ثلاث من أنفار من فصائل معينة للمحافظة للمحافظة نفسها. أنتوا تخوضوا بهذه البواعث الأمنية والمشاغل الأمنية جاي لي والله هسه تدورون تعاون اقتصادي بين محافظة ولا زغرم بالمحافظة، ولكن أخي هذه الأمور ترسم مع الحكومة المركزية مع الجانب الرسمي الأعلى ما يخالف.
أنت كمحافظة تحدث عن شواغلك الأمنية ومن ضمنها أيضا تنشيط السياحة التي تسهم في تنشيط السياحة. يعني أنت شلون تريد تسوي عمل تكافؤ فرص في الصناعة وفي الزراعة مع الجانب الإيراني؟ طيب أنت تنطيهم نفطات، هذا النفط على مستوى البلد، يعني اما التصفيه وارسال النفط وارسال خليني اشوف استاذ رعد، خليني اشوف، اتمنى ان زميل مخرج انه يطلع لنا الكليب اللي موجود به او الفيديو اللي ظاهر به السيد ايرج مسجدي مع محافظ صلاح الدين، المقطع البسيط اللي صار بحكي عن مواضيع التكافؤ اللي يحكي بها استاذ رعد، اتمنى انه تخلينا على الجوله سمحت. من جمهوريه ايران الاسلاميه ان تنشئ مصانع غذائية في صلاح الدين بدون أن تورد لنا محاصيل هي موجودة أصلا، وهذا التوريد يسبب كساد ويؤثر على الفلاحين. طبعا إحنا هذه القضية هي قضية اقتصادية، لكن كانت سلبية على محافظة هي محافظة زراعية في أن تكون يعني ماكو حماية لمنتج العراق في كل الاتجاهات. نتمنى أن يكون هنالك استثمار صناعي، هذه مدينة زراعية فيها كل الموارد، تحتاج إلى استثمار زراعي، لا نحتاج إلى مواد من سواء من الجمهورية الإيرانية الإسلامية. ونحن نعتقد بأن إيران وجمهورية إيران لا تقبل بالضرر على المواطن أو الفلاح العراقي، ونعتقد أن يكون هنالك تبادل في المنتجات النادرة في العراق أو النادرة في إيران على نفس الصعيد. طبعا احنا يعني نتمنى أن نذهب باتجاه أن نكون شركاء اقتصاديين وسياسيين. استاذ رعد، انت شفت هذا الكليب هسه واضح دي يقول لك يابا احنا مصانع الغذائيه والمحاصيل الغذائيه، وايران هي لازم تهتم بهذا المجال، واحنا حقيقه عندنا مشاكل. محافظه صلاح الدين هي محافظه زراعيه مثل ما يقول المحافظ، فاحنا محتاجين مساعده بهذه، يعني ما به شيء، كلامه يعني يبدو جيد من هذا النوع. وقال بانه ايران ما تريد تضرنا، يعني ما اعرف شلون ما تريد تضرنا، يعني ما اعرف ما سدود الماء يمكن نساها، ما اعرف يعني حقيقه انه يعني هذه المشكلة اللي هي سبب مشاكل محاصيل الزراعية عندنا بالعراق هي من وراء إيران وسدت المي. بس اليوم دي يقول لك يعني خلاص احنا اليوم وصلنا مرحلة صراحة وعمل وتعاون اشتراك، تعاون سياسي اقتصادي جدا مهم. التعاون الاقتصادي هنا أنا مركز عليه المحافظ، شنو رأيك بهذا الكلام؟ يعني أنا أعتقد كان يراد له يدقق أكثر بكلمته، يبدو هي كانت يعني سريعة و يعني تفتقر إلى بعض الأمور اللي يجب أن يعني تتوفر بها، ومن ضمنها هاي الـ يعني التوازن في موضوع أو التكافؤ في موضوع الفرص، فرص التبادل يعني المنتوج. قال أكو منتوجات نادرة، ما أعرف يعني شنو منتوجات نادرة بإيران، هي بس المخدرات. وهناك نواب من أهالي محافظة صلاح الدين حقيقة هم حذروا من يعني اقتراب مدى الخطر التحشيشي إن صح التعبير من صلاح الدين بدرجة أو بأخرى. كنا أيضا نتمنى إضافة للشواغل الأمنية أن يذكرها الهاية. بعدين يدعوهم للجانب الإيراني يسوون لنا مصانع ولحظه على دربك المحافظة وعندك معمل الألبان الأرقى بالعراق وبالمنطقة الأجدى، يعني كان قلت له ولا لغيره انه يسوون استثمار المعمل الالبان مع التكريت اللي الارقى والاكبر ناهيك عن ما موجود قرب ايضا قرب سامراء معمل اخر، ولكن هذا المعمل في تكريت لم يدمر ولم يمس. الاجدى انه يستثمر، الاجدى ان تستثمر معمل المعجون والطماطه في جامعه تكريت، واحنا نعرفهن واحنا ولد القريه يا اخي يا سياده المحافظ. الاجدى ان تعمر او يعاد العمل بمعمل ايضا حتى معمل افطر اكو تدري معمل عجيب. معمل يعني يغلف ويعبئ الافطر اللي موجود من جراء نتاج الزراعه لطلبه الجامعه زي. وكذلك معامل المعجون. خلي يستثمروها الهايه، ليش يريد من ايران
تبني لنا مصنع. يعني هو ما محتاج إيران اليوم أستاذ رعد؟ ما محتاج إيران زايدة هاي يعني تقول عليها؟ لا هو شوف هذا الطرح الأولي مال أنه يطلب منهم أنه لا ينافسونا بالزراعة، لأنه يعني زراعتنا مناطقنا الزراعية يعني حتى لا تدخل منافسة مع منتوج الإيراني. هو راد يعني ما معناه بمقابلها أنه بدل ما أنتم تنافسونا أو تنافسون فلاحنا في صلاح الدين من الجانب الزراعي، ابنه مصنع على ما يبدو هو لأنه رجل اقتصادي وأيضا كان بالاستثمار. أنا من أتحدث هنا ليس من جانب الشخص أنا، طيب. أتحدث جانب نقدي جي. عملي. وقبل ما أحكي وياك أنا تحدثت ويا خبراء ومستشارين اقتصاديين 5 حتى أخاف يقول لك هذا اجتهاد من رعاد. والله خبراء اقتصاديين عراقيين؟ نعم عراقيين ومن صلاح الدين. أها. ويعرفون بالبيئة. يعني أول ما حكيت وياهم يعني قالوا خلنا نتناسى هذا الغصة. طبعا هذا أجي أنا هذا من اختصاصي صراحة أحكي على موضوع الشراكة السياسية وأنا عارف شلو أنا أحكي بس بالاقتصادي حتى لا يقولون رعد اقتصادي مو اقتصادي وما يعرف. أولو إحنا ولد الديرة فعلا ما للفلاليح وحتى نافسهم إيران طلب جيد. وحتى موضوع الأدوية أيضا يبدو يقصد أدوية سامراء أنه لا تضخنا من هاي الأدوية مالتها الفاسدة الكاسدة المسرطنة الإيرانية. هاي همين ملاحظتين والله آية أثني عليها حتى ليش يقولون بس ينتقد وما عاجبته غير بس روحه. أخي العزيز موضوع أنه يجيب لنا مصانع يفكر بها لأنه بعقلية اقتصادي يفترض حاله أو مستثمر أنه توفر فرص عمل. طيب هو راح يجيب المكاين والمصانع اللي يداعي بها ويطالب بها أنه نتعاون وياهم ويا الإيرانيين. هيك يجيب المكن ويشغله ويخلي رعد وأحمد مش يشغلون به أو أبناء صلاح الدين. لو يجيب لنا نفرات هم من المنفلتين من المنفلتين هم أكو صناعيين منفلتين ترى مو بس فصائل. هاي جديدة هذه. إيه أخي ما تعرف منين يجيب لنا زين هذول من يشيكهم يقدر يستجري هو ولا غيره يستجري يشيك هذول راح يجون يعني أخي هسه عاني يعني أتوقع أنه أي واحد يجيني بنية صافية يعمل يبني مدري إيش ولكن التجارب أخي العزيز أثبت أنه يعني أنا ما عندي لا فوبيا ولا عندي يعني شيء يعني مع إيران. أتمنى مثل ما إيران أن تكون الدول العربية من المقابل. زين إيش رايدة إيران أستاذ رعد؟ خلينا نظل نلف والدور. إيران إيش رايدة بالضبط؟ رايدة تتوغل أخي. التوغل هذا تقول لنا التوغل أخي وإحنا قاعد نساعدها على التوغل. ما ناقصين أغاي مدري منه اللي قاعد لنا بالمقرات المعروفة الوهمية وغير الوهمية. ما ناقصنا أغاي حتى يجون يدعبلوننا بالمصانع النوبة أغايات الأخر. يعني مو إحنا إذا تكافؤ فرص والله وعدنا أشياء نادرة ونعطيهم إياها ويصير تبادل يعني حسنا يعني هن يعني أو نخليه يثبتون براءتهم الإيرانيين عن سرقة معظم معدات ومنتوجات مصفى بيجي حتى عود يجيني هسع بنية. هو الرجال جاية على موضوع يأمن زيارات الرعاية الإيرانيين أو الزوار الإيرانيين. أنتوا أقحمتوا والله تعاون اقتصادي ومدري إيش شنو تعاون اقتصادي. أني اليوم هسع يعلن أبو أمريكا أنه راح يسوي قنصلية بإيران قنصلية أمريكية عفوا في الأنبار وأنا أجيب أبو إيران يسوي لي مصانع على أساس عود بتشي شغل لي القدرات العاملة العاطلة عندي بصلاح الدين. لا إذا بيكم هذا شغلوهن معامل الألبان معامل الموجودة بجامعة تكريت. أنا أنا قسم مد ونفوذ إيراني بتشي تغلغل لي هذا الأخ اللي يجيني مزيدي ولا غير المرصد العراقي لحقوق الإنسان قبل هذا. خل أحكي لك زين خل أحكي لك على الجانب السياسي. تفضل يلا على السياسي. الجانب السياسي أنا بيش أريد أتكافأ هسه أنا بالفرص لأنه قال جانب اقتصادي وجانب قال السياسي. طيب زين ليش هو يحكم على أهل الديرة بكل ما أقول مكوناتها لأن هي من مكون واحد يفترض جي بكل أحزابها بكل فعالياتها الاقتصادية أنه يفرض علي أنه أروح شراكة عمل شراكة مع إيران في المجال السياسي
بيش خي تريد تجيب لي مبادئها ما تصدير الثورة مثلا؟ ما تعتقد حكاية فلتت من عندها يعني الإنسان خطا يجوز هو غلطان؟ والله أتمنى يعني هو اللي قاع المحاصيل الزراعية وقال سياسي يجوز فلتت من عند الرجل حوالي نحكي بالسياسة احنا بالعراق من طالع من 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 عندهم يعني هم مروجون هذا ما أعتقد من السفير إذا من السفير وتكون فالتة أنعم الله ما ماشي بس زين. أعتقد هم يعني من الإعلام اللي يتابع المحافظة أو للمن زين هذا الجزئية افترض التوجه إلى القطاعات إلى الأحزاب إلى المنظمات إلى الفعاليات الاجتماعية والعشائرية الموجودة هناك إنه يابا أنا أريد أتشارك ويا إيران بالفعاليات السياسية شلون يعني اجتماعات سوى حزبية متبادلة بين وبين الثورة الإسلامية ومدري الجمهورية الإسلامية ما هذا الأمر يعني مردود عليه يعني أنت اليوم عندك هواي نقاط تسجلها على محافظ صلاح الدين نقاط حقيقة اختلاف وأنا أثرتها بصفحة التواصل الاجتماعي لأنه هو ما يرد علينا بالواتساب نكتب له ملاحظات المحافظ القبل كان يرد لنا يعني وأيضا هذا موضوع مو شخصي لأنه يعني الأخوة والزملاء اللي معه مرات يتعاطون أو يتواصلون لكن احنا في التواصل هذا ما رايدون يعني حقيقه للجانب الشخصي والابهه وهاي الامور لانه متجاوزيها تماما نريد نوصل فكره على وقع هذه الاحداث اللي حصلت او هذه الامور والتطورات اللي حصلت زين ما تقدر توصلها فحسنا يعني تزامن اليوم موعد لقاء برنامجك طيب. القيم اللي انا احن له واطمح له اطمح ان اكون من ضيوفه حتى نعبر هذه الفقرات زين. وهذه الفقرات فعلا تعبر عن واقع يعني ابناء كثير من ابناء المحافظه جميل. اتجاه هذه العبارات التي وردت انا اريد اسالك سؤال المرصد العراقي لحقوق الانسان جاب قبل هذا اللقاء تقرير قال يابا الاف الناس ما يقدرون يرجعون البيجي صار لهم 3 سنين منع فصائل مسلحه منتشره اللي قلت انت تفضلت بيها دواعش سميها ما شئت يعني تعددت الأسباب والأمر واحد والمشكلة واحدة ليش ما حكي بها محافظ صلاح الدين هذه المشكلة يعني مثلا ليش ما دور تعاون إيراني مثلا على إعادة هذول النازحين إلى بيجي ليش الناس ما تقدر ترجع إلها يعني ليش إحنا دا نتبسم بالتلفزيون ودا نحكي ويا الإيرانيين وكأنه كل شيء ماكو وكأنه أهلنا ببيوتهم قاعدين ومتدفايين وأمورهم تمام ليش يعني هذا الاستهانة بهذا الموضوع قاعدين نحكي بالطماطة والخيار هو على مستوى الفصائل أنا ذكرت يعني حتى لا أعيد الكلام كنت أتمنى أن ينطرح هذا الموضوع وإن هسه إذا حكينا راح يقول لك لا وين أكو هذول بس كم فصيل تابعين للحشد وأماكنهم ومواقعهم معروفة لمقاتلة داعش ومن الكنيسة موجودة يعني جاهزوا وهي الجانب الحقيقي والواقعي فعلا هناك فصائل منضبطة حتى نكون منصفين تقاتل الإرهاب تقاتل وأيضا تتابع الخلايا النائمة ولكن حقيقة ما أعرف إذا بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى لو لا لأنه هناك تركيز على هذا الأمر حتى نكون أيضا دقيقين أكثر أستاذ أحمد كانت هذه العوامل الضاغطة لعدد من الفصائل وأكرر أنا أقول المنفلتة وربما حتى أقول الوهمية أيضا أضيف لها ما عدا الفصائل المعروفة واللي هي مسجلة بالحشد رسمي أو منضوية إلى الحشد كانت تضيق الخناق أنا تعليقا على ما جاء بالتقرير تقرير المرصد لأنه اطلعنا عليه بدقة وتعمق وفعلا كانت يعني الأرقام قريبة من الواقع منهم من قال أنه مبالغ الدور المهدمة ولكن مهدمة يعني تحدثنا كثيرا وهناك صور عرضت أيضا في برنامجكم في حلقات سابقة أنه الدمار كبير جدا يعني أما إعادة الأهالي أخ أحمد يعني ليس حقيقة الآن ربما بجزئية أنه الأسماء الموافقة على الأسماء تطلع متأخرة ربما فيها روتين فيها اشتباه وحتى ربما فيها يعني في موضوع الحاسبة إشكال تشابه صار لنا 3 سنين بهذا الإشكالات أستاذ رعاة وأني شاكي برنامجك على هذا الموضوع أقول أنه يبدو أربع حاسبات تشتغل لعدة أجهزة أمنية من ضمنها استخبارية للتدقيق المواقف وما زالت إلى الآن هناك يعني شكوى من الاشتباهات وحتى من المخبر السري هذه كلها نتمنى أن تزول حتى لا يلصقوها بجهة الجهة الموجودة هناك منه هي الحشد الشعبي فأيضا
المعتاد يعني ضمن سياقات إدارة المدن، وهذا ما موجود في الوسط والجنوب، أنه مو القوة الرئيسية الحشد، خلاص يعني هي تحررت المدينة، يصار كما هي تعليمات مجلس الوزراء أو القيادة العامة، قيادة العمليات المشتركة، أن يسلم الملف الأمني للشرطة يا أخي، يعني أقلها مركز المدن. فتوصياتنا دائما حينما نتكلم بناء على مقتضيات الظرف الراهن وحتى التواصل مع الأهالي ومع من البسطاء إلى الرؤوس يوميا وتفصيليا وبالدقائق، يعني أنا أتكلم معك وكذا من رؤساء العشائر بن صلاح الدين والبيجي بالذات يعطونا موقف بالتفصيل، أخاف نوبات البعض ممن يهوى الانتقاد أنه يقول لك شمدري هو جاعد برا ما أدري وين رايح وين جاي وش معرفه بديرته، أعرف أكثر ما هم يعرفوا. فأقصد أنه هذا الأخوان مركز الخطر الآن، موطئ الخطر صار على جبال مكحول أخ أحمد، وحتى على مقتربات يعني الأخرى من الجزيرة ومن مقتربات أخرى من الشرقاط ومعسكرات بعينها في الشرقاط وفي صلاح الدين مخصصة لعوائل الدواعش، حتى هؤلاء فيهم ليك وخطوط تواصل واتصال للأسف مع خلايا أخرى. أقول أنه الأجدى تنشيط الواقع الاستخباري ما يخالف بداخل مركز المدينة، والانتشار العسكري لهذه الحشود تكون بالخارج، هذا واحد من مصادر القلق ربما لعدم عودة الأهالي. يعني احنا نظل وأني حدثت نظل نتعذر احنا بداعش وما ننطي تعويضات للناس اللي هذول دورهم مهدمة لحد الآن، شنو يابا التعويضات اللي انصرفت؟ انت من أبناء صلاح الدين هذه المحافظة الكريمة وتعرف كل زين، شنو التعويضات اللي انصرفت للناس وشنو اللي قدموه للناس النازحين؟ هذه التأخيرات كلها شنو هذه التأخيرات؟ أنا إذا كل يومي أريد أقول داعش وداعش وداعش وأمريكا دا تقول لك يابا ترى داعش خلصت، ما بقى اليوم حتى الأخبار يقول لك خلاص كسيطرة عسكرية انتهت وخلايا النائمة قيادة العمليات المشتركة كل ساعة تقوم بعملية عليها وتدمرها، هذه ليش احنا نظل هيك نتعذر ليش؟ يعني طبعا نتمنى يعني هذا العذر أن يزول فعلا، وأنا كنت أريد أسوق أسباب أخرى لعرقلة عودة الأهالي وهي الجانب الخدمي أستاذ أحمد، جانب الخدمي رديء جدا وتفتقر المدينة إلى العديد من الأمور اللي تخص البنى التحتية، القضايا اللي تخص الجانب الخدمي متعبة منهكة جدا، وهذه التي أنت أضفتها موضوع التعويضات. زين إحنا مرارا وتكرارا وحتى ناشدنا رئيس الحكومة السابق والحالي أنه الإسراع في موضوع التعويضات، وللأمانة الحكومة المركزية تعطي تعويضات، لكن العقبة والخلل هنا يكمن في موضوع أنه الجانب الإداري لإدارة أو الجانب الروتيني هو يتحكم بالجانب الإداري ل يعني هذه القضية، قضية صرف التعويضات، بحيث يعني يتحدثون عن يعني الأهالي تتحدث عن تأخير وبطء، تتحدث عن طفرات في موضوع الدور، يعني التسلسل يعني لمن يتقدم بطلب التعويض يحصل فيه طفرات مقصودة ولا أحد يقدر ينظر لي ويتحذر لي ويتحجج لي. إحنا هاي عدة مرات موصليها للمحافظة، يطلع يزور المحافظ قسم التعويضات، ما يعاقب كل حد طبعا لأنه تمشي سليم على ما يبدو، بيقال أنه قاضي يأخذ إجازة أسبوع وأسبوعين يعني لأمر ما، مرة رايح عمره، مرة ما أدري شو عنده ظرف خاص، ما يحطون قاضي مكانه وبذلك تتأخر العملية، تعرف هاي لأنه موجات بشرية من الناس اللي يعني مضررين، وهذه الإحصائية عندك يعني 12,000 دار، احنا نقول يجوز أقل من هذا الشيء، إحصائية الأخ مصطفى سعدون في مركز الرصد حقوق الإنسان، هذه يعني جادت في حقيقة انتشال قضية البيجي ورفعها وتقديمها إلى الصدارة. نتمنى فعلا أن يعني تمشي الحكومة بلا تقارير وتنصف أهالي بيجي الصينية سليمان بيج اللي نسبة التدمير بها 80%، وكذلك أيضا تحيلها وترجع نازحي العوجة اللي أيضا فيها المئات من الدور.
التي طبعا حتى فيما بعد التحرير فجرت كما فجرت في بيجي. نتمنى تجاوز كل هذه العرقلة كل هالعوائق و يعني تجاوز الروتين في موضوع التعويضات. بس بعدكم شو حتخلص من الواسطات انت ومن الفساد؟ مو هذه هي هذه مستحكمه مستحكمه. ولكن استاذ احمد ما يرويه لنا الاهالي وهم على بساطتهم وتواضعهم مرات يعني يتوجسون ممكن يساررون الاحمد الادهمي بس ما يقدرون يحكون ويا رعد يقولون اخاف يعني هاي توصل للحكايه ممكن يساروروني ما يقدرون يساروروك. فهذه انا اقترحت على المحافظه انه تفتح يعني صندوق شكاوى تفتح تفتح خط مباشر مع المحافظة حتى تعرف هاي السلبيات لكي لا نلقي الاتهامات على عواهنها. موضوع التعويضات هذه قضية خطيرة يجب أن يعني يلتفت إليها المحافظ أو يلتفت إليها مجلس المحافظة أو حتى الحكومة. زين أستاذ رعد إحنا سبيما أنه إحنا أكو العذار بداعش مستمرة بكل المجالات إحنا كل شيء نوقفه بسبب تنظيم داعش الإرهابي. أتمنى أن الزميل المخرج أن يخلينا عندنا تصويت حول هذا الموضوع حقيقة والتطورات اللي تصير به. أتمنى أن يخلي لي السؤال والنتيجة. السؤال يقول واللي طرحناه اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تأكيد الفياض على عدم وجود قوات قتالية وأجنبية وقول أمريكا بأن العراق هو من حرر داعش، هل تجد لهذا الموضوع داعا بعد الآن نعم أو لا؟ النتيجة جتي بلا بنسبة 66%. يعني باختصار شديد جدا اليوم أنت فالح الفياض قال لك ماكو قوات قتالية أجنبية زين، وأمريكا تقول لك العراق هو من حرر تنظيم داعش الإرهابي، هو اللي حرر العراق من هذا التنظيم الإرهابي. يعني باختصار شديد جدا احنا هاي موجعين رؤوسنا كل يومية بالبرلمان وسوي لي قرار وخلي نطلع الأمريكان والأمريكان محتلين وكذا. اليوم هذا الرجل القائم بالأعمال الأمريكي الموجود بالعراق هود صرح بهذا التصريح بصراحة، قال بس القوات العراقية يعني رادلها بعد حتى تقدر تلزم الأمن. ما تعتقد هذا الموضوع المفروض احنا اليوم ننهي على الاقل على مستوى الاعلام وعلى الاقل على مستوى البرلمان؟ يا اخي داروا على اهلكم عاد. مو هي صارت ورقه سياسيه وحتى يعني ابتزاز سياسي على وقع هذا الخلاف القائم ما بين يعني امريكا وايران. للاسف البعض منهم يعني ما زال يعني يطفر على الوقائع او تجاوز الوقائع والحقائق لتحقيق ربما يعني امور او مكاسب سياسيه لاجل يعني تمرير طرح يعني يراد به. وانا كيف افهم انه هي اجنده حينما تجمع اكثر من قوى سياسيه ذات نمطيه واحده على اثاره مثل هكذا نقاط؟ يعني لك أن تتصور أنه يعني طيف معين من السياسيين يتحدث بحماسة كبيرة عن هذا الموضوع ويقابله طبعا بالمقابل رد حكومي يعني مثلا بتصريحات سواء كما ذكرت الفياض أو حتى هذا المتحدث باسم السفارة أو حتى السيد عادل عبد المهدي الذي يعني يعني بين لا يخلو ربما شهر من الأشهر إذا ما يستقبل قادة أمريكان أو قادة من الناتو هو وقادته أيضا العسكريين وحتى على مستوى الدفاع ورئيس الأركان. والأدهى من هذا أن هم يقولون لهم إحنا ما زلنا في حاجة للتدريب وللاستشارة وإلى، فيحتاج أنه وحدة خطاب يعني ل طرح مثل هكذا موضوع حيوية مثل الأمن القومي الأمن الوطني العراقي بعيدا عن هذه التصريحات المتشنجة ربما اللي يعني تشوش الشارع وربما يعني الآن لا أقول في غنى عنها لأنه يعني آخر فعالية للقوات الأمريكية هي إنزال على مناطق في مطيبيجة قصف أمريكي وإنزال قوات عراقية، يعني منتهى التنسيق العالي للقضاء على قادة في داعش. هذه الأمور لا توفرها حقيقة كل الصنوف الجيش العراقي. أنا قبل شهر أو تحديدا أكثر من شهر ستة كانون طلعوا له فيلم أذكر القائد طيران الجيش أعرب عن حاجته ل
عدد ومكائن وأدوات وتعويض خسائر من جراء داعش، ولم يحصل عليها تلك الآليات والمكائن. فالخروج من داعش خروج كان أيضا فيه ثمن وفيه خسارة مطلوب تعويضها، عمل ما تعوض، عمل ما إعادة تأهيل، عمل ما إعادة تدريب، يحتاجون إلى هذه القوات. نعم يعني ما يعني مو بالضرورة أنه قوات والله كل ساعة مسلحة ومجندة وتمشي بالشوارع، هاي تستفز مثل ما تستفزهم للسياسيين أيضا تستفزهم للأهالي، يعني لا عبالك الأهالي بتونسين عليها، ولكن أنت مو كل سداخل لي طول عرض من الذين محافظة صلاح الدين. بس اليوم يقول لك استاذ رعد إحنا كعراق كجيش عراقي كحشد شعبي كشرطة اتحادية كجهاز مكافحة إرهاب احنا خلص قادرين على القضاء على تنظيم داعش وعلى اي تنظيم ارهابي، احنا ما محتاجين الامريكان ولا محتاجين الايرانيين ولا محتاجين الاتراك ولا محتاجين لا محتاجين الايرانيين. لا تقول لي لا لا هاي ما يقولوها، لا ما يقول يقول على الامريكان بس ما يحكي لا الاتراك ولا القوى الدوليه، لانه هي فعلا رجال العراق من قاتلوا داعش زين وضحوا وقدموا دماء. نعم نعم انا اقول لك، ولكن لا استغناء لا استغناء عن المشوره التدريب وعن الدعم الجوي. أنا أكرر هذا الموضوع وعن دراية، يعني نقول أنه إذا هم يريدون يسووها ورقة سياسية ويريدون يخوضوها يعني هذا أمرهم هذا يخصهم، رغم أنه هناك اتفاق الإطار المشترك مع الأمريكان وعليهم أن يعيدوا النظر أو يعني يدرسوها جيدا بالتنسيق مع الجانب الأمريكي، ولكن أن يعتبروها ورقة سياسية ليربكوا الجو الأمني زين. هذا طبعا هو المرفوض. وأن أيضا هناك نقطة ملاحظة مهمة جدا أستاذ أحمد، أنه الخلايا النائمة في المناطق السنية، يعني هي طبعا هاي حقيقة ملفتة، وكأنه يقولون أنه توجهوا بكل قوتكم وبطشكم على ذيك المناطق حتى أنه يعني تقارعوها وبذلك تشتغل الاعتقالات تشتغل. المطلوب أنه تتكاتف كل الجهود لوضع يعني تحديد محددات لمناطق واهنة، لأنها الآن هي ليس بالضرورة تتواجد بالمراكز، ابتعدت عن المراكز، هي تهيئ حالها فعلا لحرب ربما عصابات هنا وهناك أو قضايا خلايا نائمة هنا وهناك، ولكن هذا التعميم على مناطق بعينها هذه فيها دوافع يعني حتى يعني غير مريحة، لأنه أيضا يعني تثير الرأي العام المحلي في تلك المناطق. بس استاذ رعد احنا اكو فد وقائع، اليوم الامريكان صرحوا هذه التصريحات صار لها يومين، مئات الدواعش تسربوا الى العراق، جوزيف ووتل قبلها قال بانه اكو من 20 الى 30 الف مقاتل بتنظيم داعش الارهابي لحد الان، واجى هذا التسرب بعدين الى غرب العراق، هذا شلون دولانا يعتمد عليها بتحديد هذه المحددات اللي انت تقول لي اياها الان؟ إذا هو دي يعطيني أخبار اليوم نعيم العبودي نائب عن كتلة صادقون قال هذا ضرب من الخيال إنه داعش يرجع للعراق، ما يرجع للعراق، شنو شي يرجع للعراق؟ هذا على كلامه هو، ويقول لك الأمريكان دي يريدون يأخذونهم عذر حتى يبقون بالعراق لأنه شافوا أمورهم اللاصت والبرلمان دي يتحرك وأكو تحرك عراقي وطني شريف يريد يطلع القوات الأمريكية. شلون ياباني اعتمد على واحد رأسا على غفلة قال لك والله الأمريكي والله دواعش جوي والله الدواعش طبوا غرب العراق واشتغلت العمليات واشتغلت الحرب من جديد. اليوم هذه الجهات وهذه الكتل وهذه الشخصيات والنواب البرلمان دي يشوف أنا بعد ما أقدر اعتمد على الأمريكان أخبارهم وتأجيجهم للأمور ليصير بسرعة بيناتنا ودا نضطرب ومدى نقدر نشتغل. احنا صار لنا شكثر نقرأ أخبار أنه مراقبة الخطوط مع الخط مع الحدود السورية العراقية زين. وحتى جابونا الأجهزة الاستشعارية وأيضا الفصائل الحشد على طول الخط مع العراق وسوريا زين. وأيضا يوم أمس بالذات أو أول أمس دراسة كلف بها السيد عادل عبد المهدي جهاز مكافحة الإرهاب لقراءة الواقع الأمني على الحدود مع العراق وسوريا. انت هذني كلهم ما عندهم مجسات يكذبون لأبو أمريكا إذا قال عبروا، مهم إذا عبروا فتلك مصيبة، وإذا ما عبروا والجماعة ما جاء يكذبوهم يعني بهذه الأدلة، هذا استشعاري وهاي دراسات وهاي حشود متراصرة صاروف ودنيا يعني إذا واثق من نفسي وعندي
اقصد الحكومه والقياده العمليات المشتركه ما يعني ما تهزني هاي المواقف ولا بالامكان انه اكذبها اذا هي فعلا حتى يستخدموا انفاق. ما هو دي يقول لك تسربوا بانفاق عندهم يا داعش يا اخي مو اني اليوم اخي اليوم من خلصت المعركه الى الان يا احمد هسه علون حسب زين على حفره حفره على الانفاق اللي قاعد يهدموها ويعتبروها نصر عسكري. طيب. هو حفره ردمتها يعني كل ساعه يعني انتم لو ما يعلنوها كان نقول والله ما ردموها بس هم دي يعلنوها يوميا وتفصيليا كذا عدد من هذول الحفر وهذه الانفاق يعني يظل يعني كل ما يحفروا لهم اطلع لهم اياها ففعلا هناك يعني جدليه تختلط علينا يعني احنا ما مؤهلين بعدنا هيك يقول لي ما مؤهلين احنا على السيطره على الحدود يوم العراق يقول لك لا مؤهلين وهاي الاخبار كذب هاي الاخبار ما بها تاكيدات شلون الدواعش يطبون حتى قياداتهم تكتلوا اخبار متضاربه حقيقه انت تقول لي احنا ما مؤهلين نزم الحدود يعني أنا حتى هذا الأمر يخص الخبراء العسكريين هم يبتون به ولكن أقول لك أنا على الرجل المحمدي قائم مقام القائم نعم أعتقد ذاك المرة من صارت المعارك على أشدها بمقابل القائم الجانب السوري يقول إحنا نعيش حالة رعب يعني ويعني وعايشين حالة الحرب قائمة يعني قدامنا وقلق كل القلق أنه لا يعبرون علينا زين فهذا الأخ قائم مقام وعلى الحدود ويلتقي مع القادة وقادة العمليات عنده المخاوف هو والأهالي اللي هناك تعال قولي يعني هذا نموذج قدامك أنت نموذج قدامك وأحكم هذا ما الواحد مأمن يقول لك جاي نشوفه للطاقي هذاك قدامنا وخايفين لا يهربون ويجون علينا الدواعش زين ألا يفترض أنه موجودة قوات هناك يعني وبالمناسبة ما ردوا عليه على مخاوفه ويناشد ويصرح ويريد قوة ويريد شنو ف يحتاج فعلا انه يعني في اقل تقدير عدد الجوانب الامنيه اللي بيها لا سمح الله افشاء اسرار يحتاج الى تطمين تلك المناطق في الغربيه يعني وهو الامر يخص العراقيين ككل طبعا لانه هي من التسرب من هناك بمعنى متسربه لا سمح الله لكل المدن الاخرى التي يراد الشر بها لا سمح الله فحتى نكون احنا عندنا معلومه شفافه ننطيها بعيدا عن الشعارات والبراقه وننطي اطمئنان ولكن الاطمئنان انا اقول لك انت سالتني ما مؤهلين ربما بعض الصنوف تحتاج الى ادامه الى زخم الى تدريب الى استشاره والصنوف الاخرى اما بخصوص موضوع الجو لا بل كامل الجو يحتاج الى التحالف الدولي سواء امريكي ولا حتى الغربي زين. وبذلك يعني شاهدنا الكفاءه الجميله الحلوه اللي احنا تباهينا بها تفاخرنا بها حينما شاركت القوات الجويه العراقيه مع قوات التحالف في ضرب اهداف داعش في العمق السوري ولكن هذه مشاركه لا اقول انه يعني متواضعه وخجوله ولكنها يعني مشجعه انه فيما اذا تطور الحال فانتم قولوا لي حتى نطور الحال حتى يعني نديم تعزيز القدرات بتدريبها بزخم التدريب يعني هالمطالبات بإخراج القوات الأجنبية اليوم من العراق بيها دفع من إيران يعني إذا تقصد أنت لأنه بصراحة يعني أنت يعني هذا اللي دي يبين لي يعني تشوف التحالف الدولي وأمريكا وعملها شيء حلو ومفرح وكذا وبيها احترافية بالعمل هذا أفتهمه منك فيعني إذا تقصد بأنه إيران دا تدفع الجماعة ليش هو انا اللي اقول لك يلا انت تعرف انه ايران تدفع الجماعه؟ اها انا اذا اقول لك شاي حتى يعني اليوم يعني خطاب موحد ما بين فصيلين الاثنين هم نطقوا نفس النطق يعني على بالك قاعدين سويه انه هاي اللي صارت مال الاختطاف ومال الكمة ومال مدري شنو طبعا بالمناسبه صارت عندنا حتى بصلاح الدين وما عندنا امريكان احنا هناك لا لان صارت بالانبار كم وحده وهذا مو بعيده الامريكان مسوينها حتى عود يبررون البقاء يعني يوم واحد طلع هذا التصريح متشابه من طرفين يعني أنا ما أفهمها حقيقة إلا يكون موجه هذا الخطاب موجه يعني ربما ما جايتهم تعليمات مكتوبة مباشرة بس ما كافي الكذب اللي كذبت عليه بأمريكا علينا من 2003 لهسه شبعنا كذب والتحالف الدولي شبعنا كذب من عنده حتى سوريا شبعت كذب يعني بالأخير سوريا تركوها الأمريكان وانسحبوا إلى العراق والان داعش دينشط وها لا مات ها رجعوا سوريا الديمقراطيه وكذا كذبوا علينا هواي الامريكان اليوم البرلمان اللي هو فايز اليوم بالبرلمان وهو نائب موجود
يقول لك عم أنا كلها كذبت علي أمريكاني، ليش اليوم صارت أمريكا هي الصحيح والتحالف الدولي هو الصحيح؟ هذا الكذب ما أقدر أنا أعيش وياه. أستاذ أحمد، يعني ربما الجانب الدعائي، أنا أستثني الدعائي في، وربما حتى التخويفي لمقصود به دعاية مضادة لإيران، هذا أنا أتجنبه. ولكن أسأله للأخ النائب المدري سميته، من كانت تقدح الصواريخ الإيرانية، الصواريخ الأمريكية وصواريخ التحالف، من كانت تقدح بالأهداف الداعشية وتضرب لهم رؤوس ورموز عناصر إرهابية داعشية معروفة على حتى المستوى الدولي، هاي كذبت علينا أمريكا؟ يعني خل هم يكونون منصفين، احنا لا من الدفاع ولا من المدافعين عن هذه الجهة أو تلك، نحن نريد أن يكون لهم مثل ما هكذا لهم قوة حضور وفاعلية، ولكن لا يكون مسخرة دفاعا عن جهة ما، خل تكون أكثرها يعني موجهة لمصلحة البلد، غير مغلفة، أقصد مصلحة البلد، هم قاعد يجونها بغطاء مصلحة البلد، ولكن أقول حينما يجدوا أنهم مصلحة البلد تقتضي مزيد من التعاون والتنسيق ويا أمريكا ويا أوروبا ويا الدول الأخرى، اللي كل الدول قاعد تجي تقدم أنه مساعدتها ودعمها للعراق، إذا شافوا هاي قادرة على فعلا هذا الطرح، قادر على أنه يحمي البلد ويأمن مصلحته بالتنسيق بدون هذا التغول الإيراني، وبعيدا عن هذا التدخل الأمريكي، لنقل فيما إذا وجدوه كذلك، هم شبيههم ترخوا السياسيين ولسنتهم عامرة ويقدرون ذاك الساعة يستغلون هذا المنبر أو ذاك، سواء البرلمان أو غيره، لوقف تجاوز أي قوة من هذه القوة. طيب، إذا محلل السياسي والباحث في الشأن العراقي الأستاذ رعد هاشم، شكرا جزيلا على حضورك المميز. شكرا. إذا مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أنا محدثكم أحمد الأدهمي، إلى اللقاء.